ثانية من تونس. سؤالها الثالث، الشق الأول منه أنت أجبت عنه في سؤالها الأول، ما ترك صلاة الجمعة أيضا متعمدا، لكن الشق الثاني تقول من فاتته أو تركها أو إلى آخره، يا شيخ هل يقضيها ظهرا؟ إذا كان بعذر نعم. نعم، أما إذا كان تركها عمدا نعم. ففي نفسي شيء من استبدالها بالجمعة إلا أن تكون فاتته وتاب إلى الله تعالى، فعند ذلك يصليها ظهرا. أما إذا كان اعتاض عنها بلا عذر ولا مسوغ فهذا لا تجزئه الظهر، ولذلك يجب عليه أن يسعى للصلاة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السلام عليكم.